التايمر كم طيب الوقت؟ يهمني الوقت انا رجال احب يا صدق الوقت اقصى وقت راح يحصل على نص ساعه بس نص ساعه 30 نص دقيقه ساعة. طيب خلها 20 دقيقه لا لا مضغوط نص ساعه عشان يستوي الدجاج خلاص خلاص نص ساعه زي ما انتم شايفين سلمكم الله نص ساعه ساعه تنطح حطيت الماء حلو اضيف واحد اثنين البهارات والملح ثلاثة بدأ التايمر بدأ التايمر لحظة شوي لحظة هم عندنا خلاص بدأوا في تكنيك لازم نعلمون عليه بالنسبة للضغط طيب عشان في تكنيك يبعلمون عطونا مجرد ما تضيف الماء على الحمسة حط هنا بالله بس غلي الماء بتضيف الرز بيكونك غاسله ومنقعه الرز مباشرة ينغسل وتنقع بس غلية الماء مع الدجاج بتتركها تغلي 10 دقائق أول حاجة عشان نضمن إنه استوى الدجاج بعدين بتضيف الرز حلو وبتكتم القدر مجرد ما يطلع بخار ويطلع صوت بتعير 10 دقائق بس ترى يعني 10 دقائق وقبل 10 دقائق لا ايوه دل. تمام مفهوم تمام في اي سؤال ايه بالنسبه شوف تركيبته زين احكي اركب لك هاي هلا مستوى النار اذا غطيناه وبدا يصفر خلاص خلي النار مرتفعه 10 دقائق الثانيه